كمان خلينا بقى نروح للاخبار العالميه، ويمكن حقق طبعا النجم الكبير والفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب لفريق ليفربول الانجليزي رقم قياسيا جديدا بعد ان اصبح اول لاعب يسجل طبعا في الاربع مباريات المتتاليه امام مانشستر يونايتد على ملعب اولد ترافورد في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك بعد تسجيل اليوم في المباراه اللي انتهت بينهما بالتعادل بهدفين ضمن الجوله 32 من البطوله. وانفرد محمد صلاح بالرقم القياسي برصيد 6 أهداف متقدما على ستيفان جيرارد، ويذكر أنه صلاح شارك ب 17 هدفا في آخر 9 مباريات خاضها أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات. كما وصل كمان أو وصل محمد صلاح للمساهمة برقم 300 بقميص ليفربول منذ الانتقال للفريق، وسجل 209 هدفا وصنع 91 هدفا. كمان توج فريق أتلتيك بلباو بلقب كأس ملك أسبانيا للمرة 24 في تاريخه بعد الفوز على ريال مايوركا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف، وتعد هذه المرة الأولى طبعا منذ 41 عاما اللي نجح فيها أتلتيكو بلباو بالتتويج بلقب كأس الملك، حيث تعود طبعا المرة الأخيرة للفريق لعام 1983 ليحصد الفريق الباسكي الكأس للمرة 24 في تاريخه. كمان ذكرت تقارير صحفية بأنه فرانك لامبرد مدرب تشيلسي السابق واحد طبعا من أبرز أساطيره على مدار التاريخ بأنه مرشح بقوة لتدريب أحد المنتخبات التي تشارك في كأس العالم 2026 القادمة. وذكرت صحيفة ذا تيليجراف البريطانية أن لامبرد تلقى بوابة عرض جديدة وصفته طبعا بالمفاجأة من قبل الاتحاد الكندي لكرة القدم ووضعه على رأس القائمة المطلوبين لتدريب منتخب بلادها. كمان استقر نادي برشلونة الأسباني على استمرار سيرجي روبرتو في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة من خلال تجديد عقده الذي سينتهي مع برشلونة في 30 يونيو المقبل. وفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فأن مسؤولي برشلونة أبلغوا روبرتو برغبتهم في تجديد عقده لمدة موسم آخر طبعا بناء على توصية من جانب تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق الذي يراه أحد أهم عناصر الفريق، كما أن راتبه طبعا من بين أدنى الرواتب بين زملائه في الفريق الأول. كمان توصل كريستيانو المدير الفني الرياضي لنادي يوفنتوس إلى الاتفاق بأن التعاقد مع تياغو موتا مدرب بولينيا لخلافة أليجري الموسم المقبل، وفقا طبعا لشبكة كاليتشو ميركاتو الإيطالية بأن جيلونتي يريد أن يبدأ الموسم الجديد مع المدرب يعشق طبعا أفكاره التكتيكية، إضافة إلى تقديره للاعبين الشباب أمثال تياغو موتا وكاليفيرو وفريكسون، وكمان دول ثنائي بولونيا الذين من المحتمل طبعا انتقالهم إلى يوفنتوس مع المدرب الجديد في الموسم المقبل. كمان نادي فاينورد بالتأكيد روتردام يمكن حقق أكبر هزيمة في تاريخ ضيافة أياكس أمستردام بالدوري الهولندي بعدما تفوق عليه بسداسية دون رد، ويعاني طبعا أياكس هذا الموسم في الدوري الهولندي باحتلاله المركز السادس ب 45 نقطة وفارق 33 نقطة عن المتصدر بي اس سي أند هونفن، كما ودع كمان كل المسابقات المحلية والقارية بما في ذلك في الدوري الأوروبي من دور المجموعات، والهزيمة ب6 أهداف نظيفة في أكبر خسارة في التاريخ أياكس بالدوري الهولندي، وحطمت رقما كمان صادما منذ نوفمبر 1964 عندما تلقى الفريق العاصمة هزيمة ثقيلة أمام فيينورد نفسه بنتيجة 9-4، وظنت الأكبر لمدة 60 عاما بكده. يعني طبعا بالتأكيد كمان خلصت أخبارنا وجميع الأخبار المتعلقة بالفريق الأول وجميع الألعاب الأخرى، وبالتأكيد كمان الأخبار العالمية. طبعا بشكركم جدا. أنا بس عندي ليكي خبر مهم جدا بقى، بما أن أنت فايتك ماتش دلوقتي، فايتك ماتش مهم. صح؟ السلة مظبوط. فريق الباسكت في النادي الأهلي كسب المصرية للاتصالات وكده بيتأهل لنصف نهائي دوري السوبر. مبروك يا سالة، عشان عارف انت الفرقه دي الباسكت كمان عشان كنت بلعب باسكت عشان كده انا بحب الباسكت جدا اكتر لعبه، بس طبعا بحب برضه اتفرج على كل الالعاب. ففعلا هم دي ثالث مباراه وبيلعبوا على صاله المركز الاولمبي في المعادي، طبعا صاله الخاصه بنادي المصريه للاتصالات، والحمد لله تاهلوا بالتاكيد للليل. انتهت المباراه 63-57 بالمناسبه سالة.
وكده الاهلي في نصف نهائي دوري السوبر. مبروك عليكي بقى، عشان انت انا عارف انت ما بتفوتيش ماتش الفرقه دي، بس انت النهارده على الهوا بقى. لا الحمد لله، لا ان شاء الله اروح السيمي فاينل والفاينل بقى، ده الاكيد ان شاء الله. شكرا جزيلا يا سالا على وجودك معانا. شكرا جدا يا كابتن اسلام، وشكرا عبد الرحمن، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا يعني خلاص يعني العيد قرب اهو كمان يومين، فكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه سالا، وان شاء الله بعد رمضان بقى نشوفك في تخطيط الماتشات المهمه اللي انت بتروحيها دي، وفي فرقه بتطلبك بالاسم خلي بالك. اني فرقه طيب تغطية يعني كويسة مني كسالة طبعا كالعادة يعني. ميرسي جدا يا عبد الرحمن.